جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي جريدة صوت العدالة، حياكم الله أينما كنتم من داخل وخارج أرض الوطن. إحنا الطاقم ديال صوت العدالة كيحط الرحال بمنزل السي خالد الكاميلي، خالد الكاميلي اللي تصاب بواحد الكسر على مستوى العمود الفقري واللي تسبب له في واحد الأهمسة ديما. هو كيتواجد هنا في مدينة فاسو بالضبط بحي بن سودة. غادي نحاولوا أن نتقربوا للسي كاميلي باش يحكي لنا القصة الكاملة لهذا الحادث اللي قلب الحياة ديالو رأسا عقب. السلام عليكم سي خالد. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصلتي بجريدة صوت العدالة ودبت النداء وحضرت لعندك هنا باش تصور معاك. عاودنا القصة كيوقع لك اخويا. كيوقع لي اخويا، عندي 4 ديال الوليدات وعندي المرأة وانا 6 تنخدم غير خدمة الموقف. مشيت لحد تنسقط الزيتون، طحت من حد الزيتونة، ملي طحت هذيك الزيتونة تهرس من داري من عمود الفقر. فوقاش هادشي وقع لك؟ وقع لي هادشي في شهر 11. منين وقع لي هادشي في شهر 11 تهرز من العمود الفقري، بقاو من دار المراد المركب 3 ايام. في التالي درت شي هذاك شي داروا لي شي عمليه ما عليا. منين هذيك العمليه داروها لي بحال ما نجحت شي داروها لي، ملي قلت لهم راني بقيت راني مشلل لحقاش دابا راني مشلل لحد الكرش الكبيره ورد لتحت ما تنحس حتى بشي حاجه. مشلل راني مشلل ما تنحس حتى بشي حاجه. ملي ما تنحس بشي حاجه قلت لهم انا يا دابا انا ما تنحس بشي حاجه ودرت هذه العمليه. قال لي انا ما عندي ما ندير لك الطبيب فبالغسالين في دار المراز. قال لي انا ما عندي ما ندير لك، انا داويت لك الظهر ماشي داويت لك المخ. قلت له المخ بقى له غير شي حاجه ويتلاقى مع خوه. قال لي انا يا ما تداويت العظم ما داويت لكش المخ. لاحوني مشيت انت تشوف هذا الموحل كاري لي غير الناس قاعد فيه هنايا هذا الموحل بستة ديال الوليدات، 4 ديال الوليدات وانا وهم 6. وهبطت من جنابي وهبطت من ركابية وهبطت من ظهري، 5 ديال الدبرات في ركابية وجناب 5. ودابا المهم الحالة ديالي راها مشفية، والحالة ديالي اللي دار شي حاجة راه تيديرها له، والحالة ديالي راها المهم واحد الحالة واحد على راه ضيقه بزاف. دابا انت باش كتعاني دابا تنعاني بظهري وتنعاني بظهري بالحريق وبالحريق ظهري تيحرق وهالدبر شفنا الهباط على مستوى الركبتين ديالك على مستوى الورك لحقاش انا هذه الشهور وانا ناعس عليهم هبطت. وشنو الادويه اللي كتستعمل؟ تنستعمل واحد الدواء هو هنايا تيستعمل 7000 ريال تيدير في 10 ايام 7000 ريال. قال لي هذاك الدواء يبقى يحرك لك الكره هذاك، قال لي يبقى يحرك لك الكره الدمويه يبقى يحرك لك الدم ديال تخثر الدم. اي قلت له انا يا واحد الرجل ضعيف، هذا الطبيب ديالي قلت له واحد الرجل ضعيف بزاف عليا انا، 7000 ريال في 10 ايام راه بزاف عليا والوليدات وكذا وخدمه الموقف وشكون يخدم. وغابيت وانت تشوف كاري لي غناس واشنو. قال لي اخويا ما عندي ما ندير لك الرسالة ديك للمحسنين. شنو كتطلب؟ تنطلب من المحسنين انايا يشوفوا من حالتي، تنطلب انا من المحسنين يشوفوا الحالة ديالي انا هاد الحالة ديالي والوليدات وهادشي. المهم يشوفوا شي حل كيديروا لي، راني غا قرعه وليد. انا راني هادي الشهور السوق بعد شي خطرة ما تيتسوقوش بلاري، بعد شي خطرة ما المهم تيقعدو تيراعي. المهم الحالة ديالي راه مشفية، اللي دار شي حاجة راه تيديرها لله وراه ما يخسرش فيها عند الله، وراه ان شاء الله اللي دار شي حاجه راه تيدير لله في سبيل الله وراه ما يخسرش فيها ان شاء الله، وراه يكون ان شاء الله ديال الجنه. هادشي اللي تيدير راه ديال الجنه، هادشي اللي تيدير راه ديال الجنه. لحقاش انايا واحد الراجل ما تيدير تنظن ما كاينش مضاعف منه، والحاله ديالي راه ما بقاش دابا انا ما بقاش نخدم ولا ندم. الحاله ديالي راه هاد الحاله ديالي انتم تشوفوا فيها. ودابا المهم الحاله ديالي راه مشفيه. دابا المهم عندي 4 الوليدات وامهم وانا 6 وعيد كبيره واجي، والحاله ديالي المهم اللي تنطلب انا من هاد المحسنين يربحوا لي الاجر، وتنطلب انا من هاد المحسنين اللي كيرد لي كوش كاين بزاف ديال الحوايج بزاف ديال المصروف ديال الكاد بزاف ديال الحوايج تنبقى مخصوص منهم بزاف. وعندي الوليدات باقا صغار تيقراو في الطرف تيقراو في المدرسه وطرف تي كل وطر باقي صغيور. المهم تنطلب من المحسنين يشوفوا من حالتي وشوفوا من حالة المرأة. المرأة مسكينة مقابلاني غنايا ما تزططنيش المقابلة، تتقى تقلبني وتقلبني ما تزططنيش المقابلة.
المهم نطلب من المحسنين الله يجعل ربي يشوفوا من حالتي حتى يرجع ربي يشوف من الحاله ديالي. اذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان متابعي جريده صوت العداله كما شفتوا هذه الحاله هذه فهي تدمي النفس. السي خالد هو طارح الفراش لا حول له ولا قوه سوى الزوجه ديالو هي اللي كتعينو هنايا باش تحاول انها تغير له الضمادات ديالو ولا تغير له الكوش ديالو. هو كيطلب من المحسن انه يتعاونوا معاه في الادويه في حتى في المواد الغذائيه بالنسبه للكراء. فواحد السيده مكلفه بالكراء ديال هذا البيت هذا اللي فيه كوزينه كما كتشوفوا على الصوره فيه كوزينه فيه كل شيء. هو اب متزوج عنده 4 ديال الاطفال وكيطلب المساعده. اذا هذا هو الرقم ديالو على الشاشه اللي تحت كما كتشوفوا. الرقم ديالو هو 06 75 82 17 40. كتلاحظوا الرقم هو في الفيديو كامل 06 75 82 17 40. وكما كيقولوا ان الله لا يضيع اجر المحسنين. كلمه اخيره السي خالد. كبيره ندعي لهم الله يجعل ربي يقبلهم الله يجعل ربي يسخر لهم الله يجعل ربي يكون هذا الشيء ان شاء الله عندهم ديال الجنه. اللي تيدير شي حاجه تيدير لله وراه ما يضيعش فيها راه ما يضيعش فيها. الله يجعل ربي اللي تيدير شي حاجه الله يجعلها تكون ان شاء الله ديال ساروت الجنه. سي خالد من خلال الكواليس كنا هضرنا معاك كنت قلت انهم في العمليه طلبوا لك شي 15 مليون باش دير العمليه. هي طلبوني 15 وهذه 15 طلبوها لي غير البدايه ومعاد قالوا لي خرج شي فاكتوره ولا ما عرفت قالوا لي خرج يقول ما عرفتش شحال شحال تخرج خرج. هذه غير البدايه بحال غا 15. هي رساله ايضا للسيد وزير الصحه باش يشوف هذه الحاله. هذه هي حاله من الاف الحالات اللي كيعيشوها المغاربه في صمت. حنا كاعلام كنحاولوا اننا نوصلوا الصوت بالصوره للمسؤولين السيد وزير الصحه من اجل ان يقدر ما يمكن انقاذه. تنطلب انا من المحسنين يشوفوا من حالتي تنطلب من المحسنين يشوفوا الحاله ديالي. الحاله ديالي راها ضيقه بزاف والحاله ديالي محكوكه والضعف كاين وراني عندي الوليدات والمهم واحد الحاله عندي واحد الحاله عندي راه ضيقه بزاف. اللي تيدير شي حاجه راه تيديرها لله وراه ما يدير فيهاش حتى واحد. يا ربي اللي تيدير شي حاجه لما تسخر يا ربي لما تكون ان شاء الله ساروت الجنه. يا ربي يا ربي اللي تيدير شي حاجه الله يجعلها تكون هذه هي ساروت هذا هو الساروت ديال ساروت الجنه. We'll be right back.